10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة وانطلاق مشوار المنتخب المغربي والسود الأطلس للناشئين تحت 23 عام، وذلك في منافسات أولمبياد باريس 2024. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصد أول 3 نقاط في هذه المجموعة. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم السود الأطلس المنتخب المغربي أمام المنتخب الأرجنتيني ضمن مباريات الجولة الأولى ودور المجموعات وأولمبياد باريس القادم 2024. المباراة على ملعب جوفرو غيشار. توقيت المباراة عصر اليوم الأربعاء في 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والثانية عصرا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. المباراة مقولة على بين سبورت 1 وبين سبورت اتش دي، والمعلق جواد بدة، ومنقولة على المغربية الرياضية ولكن المعلق غير معروف حتى الآن. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصد 3 نقاط مهمين ضمن مباريات الجولة الأولى والمجموعة بي المجموعة الثانية ومنافسات دور المجموعات وأولمبياد باريس 2024. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.